الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد قائد القرى المحجلين وعلى آله وصحبه مع التسليم. وبعد، أخواني الكرام، تحية طيبة نزل ربنا سبحانه وتعالى عليكم الإعانة والتوفيق، ونزل ربنا سبحانه وتعالى النصر والثبات لأخواننا في القوات المسلحة، ونزل ربنا سبحانه وتعالى يسدد رميهم. نسأل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل جميع شهدائنا الكرام، نسأل ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في أعلى الجنان بإذن الله سبحانه وتعالى مع الصديقين والصالحين والشهداء وحسنوا أولئك رفيقا والنبيين. أنا سعيد كل السعادة نلتقي بكم في اللايف الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا كثير من البشريات بإذن الله سبحانه وتعالى، وكثير من الانتصارات، وكثير من التفاؤل والأمل بإذن الله سبحانه وتعالى في انتهاء المعارك بإذن الله سبحانه وتعالى على مستوى الخرطوم وعلى مستوى درمان وعلى كثير من مواقع القتال. الحمد لله رب العالمين بدأت تثمر، وبدأت الحمد لله رب العالمين تلوح في الأفق بإذن الله سبحانه وتعالى بشريات النصر على مستوى الخرطوم وعلى مستوى أمدرمان وعلى مستوى كثير من المناطق الآن الملتهبة ببعض المرتزقة بإذن الله سبحانه وتعالى. الليلة طبعا في واحد من قيادات هؤلاء الهوانات المرتزقة اسمه دقل، من القيادات الكبار جدا للمرتزقة. الحمد لله رب العالمين أعلن التوبة وسلم نفسه للقوات المسلحة، إضافة لأربعة من قيادات الدعم السريع على مستوى الخرطوم برضو سلموا نفسهم، قيادات ميدانية نظر ربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منهم إنه خلاص سلموا نفسهم وتابوا ورجعوا، وإن شاء الله الآن هم في قبضة القوات الخاصة. وكثير من المدعونين الليلة تم القبض عليهم، ورسلناهم للناس في اللايف، ورسلناهم للناس في الفيديو المباشر الحمد لله رب العالمين. والناس يمكن تابعوا الأحداث في الواتساب وفي الفيسبوك وعلى مستوى التويتر وعلى مستوى اليوتيوب. نحن رسلنا الفيديو بتاع المدعونين مع هؤلاء المتمردين الخونة، وتم القبض عليهم الليلة وتم بلهم الحمد لله رب العالمين، وبدوا يبكوا الحمد لله رب العالمين انه حيطلعوا اخرهم كله بإذن الله سبحانه وتعالى. الليلة في واحد من هؤلاء الهوانات اسمه الصافي، الصافي ود النهود، يمكن رسل لي رسالة في العام في بعض البوستات وقال لي انا ان شاء الله حنحرق حشاك في اقرب الناس ليك والعليقه ما بعيده. وانا بقول له يا هوان، انا بعد طلعت اللايفات وبعد طلعت عشان ادل بمكانكم وبعد طلعت عشان اسند القوات المسلحه، انا عارف كل المآلات وعارف اي حاجه يمكن تحصل لي تحت اي لحظه، اذا كان انا شخصيا واذا كان لاولادي، اذا كان لاخواني، اذا كان لابن عمي، كنت عارف جدا. وكلنا في سبيل الوطن باذن الله سبحانه وتعالى، ونحن يعني ما قالين عند الله سبحانه وتعالى ولا قالين على الشهادة، ولا نحن يعني أقل من الناس الجنود والضباط وضباط الصف اللي قاعدين يموتوا الآن في الصفوف الأمامية، ولا نحن أشرف من أخونا أيوب، ولا نحن أشرف من أخونا ياسر الفضل، ولا نحن أشرف من الضباط والجنود السودانيين اللي قاعدين يموتوا، اللي هم عندهم أمهات وعندهم أبهات وعندهم اخوات. نحن عادي جدا في سبيل الوطن، ممكن الواحد يعني يقدم روحه رخيصه جدا وبكل فرحه ويموت مبتسم ويموت فرحان، ومهما كانت التحديات نحن ما خايفين من اي ود مقنعه ولا خايفين من اي هوان، واذا متنا بنموت على حق، واذا دافعنا عن وطننا بندافع عن حق، واذا كان حصلت لنا اي حاجه لاولادنا لامهاتنا لغيره في النهايه نحن على حق، وفي النهاية المنتصر الحق، وفي النهاية كلنا حنذهب لرب العالمين يوم الحساب، وكلنا بإذن الله سبحانه وتعالى حنكون إن شاء الله يوم القيامة يوم الموقف العظيم بنكون واقفين عند الله سبحانه وتعالى. لو طال الزمن أو قصر أعمارنا محددة، مهما كانت، لو 60 عام، لو 80 عام، لو 100 عام، ربنا ادانا لا في الدنيا أو عامين أو 3 أعوام، في النهاية دي مشيئة الله سبحانه وتعالى والمقدر يصل. احنا ما خايفين منك يا هوان يا جنجويد يا مرتزق، ولا زول من العليقة يقدر يخاف منك يا هوان يا مرتزق، ولا اي زول من النيل الابيض عامة خايفين منكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن مستعدين لاي هوان واي مرتزق واي زول قليل ادب ومطاول على الوطن ومطاول على القوات المسلحة، ونحن مع القوات المسلحة بإذن الله سبحانه وتعالى سنظل نكافح ونقاتل بأفكارنا، نقاتل بإعلامنا، نقاتل بمعلوماتنا لأخواننا في الاستخبارات العسكرية، نقاتل مع الجيش صفا واحد. ويوم من الأيام كنا في كثير من جبهات القتال، إذا كان في كرشولة، إذا كان في هجليج، إذا كان في كاجوكاجي، إذا كان في سالي، إذا كان في دندرو، إذا كان في الاستوائية، ما عندنا مشكلة، وكنا نفتش للموت محل ما نلقاه، ونحن ما قاعدين
الحمد لله رب العالمين، ربنا ما اصطفانا بشهاده، لكن بنفتش الموت محل ما يكون ومحل ما يكون موجود. نحن ما عندنا مشكله في ذلك يا هوان يا مرتزق. الزول اللي اسمك الصافي 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 ود النهود، انا بقول لك الان صفحتك مسجله عندنا باذن الله سبحانه وتعالى، وعند اخواننا في جرائم المعلوماتيه باذن الله سبحانه وتعالى، وحتنبل وتنحل قبل ما تصل النيل الابيض اصلا. طبعا الحمد لله رب العالمين، الليله اخوانكم اشتغلوا شغل كبير جدا، حاولوا الهوانات المرتزقه المجرمين حاولوا انه يمشوا تجاه القطينه، والحمد لله رب العالمين ان احنا كلمناهم وبلغناهم انه البلد بعد زرقنت، والبلد بعد بقت محاصره، والان الحمد لله رب العالمين تم بلهم في القطينه بمسيرات، والمسيرات دي هم بيعلموا اهلنا في القطينه يمكن سمعوا الصوت بتاع الضرب، وسمعوا الانفجارات القويه جدا على مستوى القطينه، سمعوا تماما انه المسيرات اللي قاعده تضرب دي مسيرات جديده، ودي عده دخلت جديده، ودي من دوله هم بيعرفوها كويس، وبيعرف العالم كله كويس، بيعرف انه الدوله دي ان كان من اقوى الدول اللي قاعده تصنع المسيرات، وقاعده تصنع الرجال، وقاعده تصنع الساخوي والميج والغيره. الحمد لله رب العالمين السودان بقى يتعامل معاه بصوره كبيره جدا، وهؤلاء المرتزقه بيقوا متابعين بصوره كبيره جدا، حاولوا انه يدخلوا للنيل الابيض عبر القطينه، والليله اخواننا في النيل الابيض مستعدين استعداد كامل الحمد لله رب العالمين، وتم بل الهوانات قبل ما يصلوا القطينه، واخواننا في سنار جاهزين جاهزيه كبرى، واخواننا في الجزيره جاهزين جاهزيه كبرى، واخواننا على مستوى شمال كردفان كل البلد الان مزرقنا جيش اخضر، والليله بقينا نفتشهم في كواكب في كراكيرهم. انا دار ارسل رساله لبعض الهوانات الموجودين في الفيحاء اللي هو في مستشفى اسمه مستشفى تبارك، موجودين في الفلحاء هناك التبارك للأطفال، في مستشفى هناك في فيحاء اسمه تبارك للأطفال، المستشفى دي في بيوت يعني يمكن مقابل المستشفى من الاتجاه الشمالي، في عمارة مغطية بكلاد برتغالي. كلام ده أنا بقوله لك يا هوان عشان تمشي تسلم نفسك، أمشي سلم نفسك. الضباط الموجودين هناك ده عدد من الضباط موجودين في العمارة دي بالتحديد، فيها مغطية بكلادن برتغالي كبير. العمارة دي فيها عدد من الضباط بتاع الدعم السريع، والآن موجودين، وأنا بقول لكم أقرب نقطة بتاع الجيش أمس سلموا نفسكم، لأنكم أنتم متابعين متابعة دقيقة جدا. طيب في بيت ملاصق للمدرسة بتاعت الحسن الخاصة، البيت الملاصق للمدرسة بتاعت الحسن الخاصة دي في استشاء هناك، هم قاعدين يقعدوا معاه وبقعدوا معاه لحد الصباح. الكلام ده انا بقول لكم البيت ده مقابل للمستشفى من الشرق، بيت المرحوم كمال الدين شرق ال شرق ال ليش منه، يمكن كمال الدين شرفي ده كان في التصنيع الحربي، يمكن ربنا يرحمه. يعني انا بقول لكم المحل ده الان انتم متابعين تماما، وامشوا سلموا نفسكم لاقرب باذن الله سبحانه وتعالى لاقرب نقطة أو ارتكاز بتاع جيش، وكل البيانات بتاعاتكم هناك، البيانات عندنا كلها حقت الدعامة الموجودين هناك، أمشوا سلموا نفسكم لأقرب نقطة بتاع جيش، وهم قاطعين ذخيرة تماما في الفيحاء، يمكن كل الناس بيعرفوا المنطقة ديك، قاطعين ذخيرة تماما من المواقع ديك. وفي بيت واحد اسمه عوض مدير المباحث، يمكن ده بتدخل انت بشارع مستشفى تبارك جنوبا حتى تصل نهاية الشارع على يمينك دكان بتاع حدادة، والحدادة دي الدكان ده محادد للبيت اللي قاعدين فيه هؤلاء الهوانات في مركز جنب مركز الوالدين الطبي في الفيحاء مقابل لفة الردمية، العمارة المقابلاه من الناحية الغربية برضو موجودين فيها عدد من الدعامة، وده معقل وده محلهم هناك، ده معقل الدعامة الموجودين على مستوى الفيحاء والموجودين هناك على مستوى المواقع اللي ذكرتها انا دي. انا افتكر انه حقه تمشوا تسلموا نفسكم لاقرب نقطة بتاعت ارتكاز او اقرب جيش باذن الله سبحانه وتعالى. طيب اخواني الكرام، الليلة طبعا في واحد اسمه شمس الدين لوكا، شمس الدين لوكا ده من الناس اللي كانوا بيرشدوا، طبعا المعلومات اخواننا بتجينا وبنسجلها عشان كده الواحد ممكن ينظر لها، يعني ما فيها مشكله لانه المعلومات ما بتقدر انت تحفظها بالهنا. الا في واحد
اسمه شمس الدين لوكا. شمس الدين لوكا ده كان في صافية، والزول الأرشد الدعم السريع على الضباط اللي هم من فريق ليلوا لقيرو، أرشد عليهم ناس الدعم السريع، ومعاه عدد من المتعاونين الآن يمكن سافروا الأمارات، سافروا قبل فترة، يعني هم سافروا الأمارات بالقروش اللي ادوها لهم ناس الدعم السريع بمليارات الجنيهات، وشالوها عشان يرشوا ويتكلموا في أهلهم وفي جيرانهم وفي أخوانهم اللي كانوا ساكنين معاهم والأكل معاهم الملح والملاح. وشمس الدين لوكا ده اتخارج من الصافية، مشى له لموقع، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى أنا ما حأكشفه للناس، إنه لحد الآن أخواننا ديل مطاردينه، حيتم استلامه مباشر زي ما استلموا عدد من هؤلاء المتمردين الخونة قبل شوية. والكلام ده أنا برسله للناس، إنه الناس ديل الآن بيقوا انتهوا الدعم السريع، أي زول من القحاتة والهوانات ما لي يده بهؤلاء المرتزقة، إنه هم حيحققوا نصر أو حيحققوا ديمقراطية أو هم حيستلموا بلد أو حيستلموا أي معسكر من معسكرات السودان، أو إنه يوم من الأيام حيكونوا هم قيادات بديلة للدولة السودانية. أنا بقول له بعدين تواهم، لأنه الليلة الدعم السريع انتهى، والدعم السريع كأصلا انتهى، والناس الموجودين معاه والآن شغالين فيهم قبيض، والجيش الآن منتشر في كل بقاع السودان، في كل ما أي محور من محاور السودان وأي شارع من شوارع السودان، الجيش السوداني الآن بقى منتشر تماما. الليلة في القطينة تم بلهم بل العيش، وتم بلهم بمسيرات فقط، والجيش شغال بلقط فيهم الجرات، وشغال بقبض فيهم جرات. أنا بقول لكم يا دعامة يا مرتزقة، الناس الموجودين ديل ما تبقى منكم الآن حقوا تمشوا تسلموا نفسكم. عشان كده اليومين ديل عادي جدا تسمعوا الأصوات قلت، أصوات الدعم السريع، أصوات الربيع عبد المنعم قلت، والصوت بتاع الزول اللي اسمه أحمد الضيب وشارة قلت، والأصوات بتاع بقال السراج قلت، والأصوات بتاع آدم عيسى قلت، والأصوات بتاع الناس المدعمين الموجودين كانوا في بعض المعسكرات الآن أصواتهم قلت تماما، لأن الدعم السريع ده الآن انتهى في الخرطوم، وانتهى في عدد كبير جدا من الولايات، وانتهى على مستوى دارفور ذات نفسها. الليلة أعداد كبير جدا من حركات الكفاح المسلح بقيادة أخونا مصطفى تنبور، وبقيادة عبد الواحد محمد نور، وبقيادة أخونا منا أركم الناوي، وإضافة للجيش الموجود هناك، وإضافة للقوات المسلحة العاملة اتفاقية مع حركات الكفاح المسلحة اللي هي القوات المشتركة، كلهم بإذن الله سبحانه وتعالى حينظفوا دارفور شبر شبر وبيت بيت. والليلة من بشريات النصر أهنا المسيرية، طلعوا بيان قوي جدا، وأدانوا فيه الحركات حركة الجنجويد، وأدانوا فيه المتمردين الخونة بدخولهم لكردفان، ووروهم إنه يعني أي جنجويد يدخل لأي موقع من مواقع كردفان ما يخلق إلا البلبلة والمشاكل والضرب بالطيران والساخوي وقيرو وهلع الناس وتشريد الناس من بيوتهم. في بعض الأصوات ردت لهم إنه ديل يعني لابد أهل المسيرية الليلة وعوا خلاص، وقالوا أن تأتي متأخر خير لك من أن لا تأتي. كون يجوا متأخرين أهل المسيرية ويجوا يدينوا الجرائم اللي قاعدين يعملوها أبناء الدعم السريع، نحن عندنا الدعم السريع ده مجرم، وعندنا أي زول تابع للدعم السريع مجرم، لكن ما ندخل القبائل في ذلك، ولم ندخل أي قبيلة باعتبار إنه هي مجرمة، لأنه أي قبيلة بتلقى فيها زول تابع لهؤلاء الهوانات عادي جدا. عندنا الشكرية بتلقى معاهم كيكل، المسيرية ديل عادي جدا معاهم برشم، غيره بتلقى ناس عبارة عن بيوت محددة انه نابزين تماما، انه شغل الان قاعد يتم من الدعم السريع. عشان كده طلعوا بيان قوي جدا اهلنا المسيرية، وقالوا ان احنا ما دارين اي فوضى، وما دارين اي قلة ادب من الدعم السريع، ولا تدخلوا اي منطقة من مناطق كردفان كلها عامة. قال لهم بس امشوا شوفوا محلكم، الدارين تقعدوا فيه قاعدين لكم في شجر، قاعدين لكم في غابات في كراكير، ما تجونا داخل المدن. والحمد لله رب العالمين المسألة دي طلعوها حتى المدير التنفيذي بتاع النهوض. انا بفتكر انه الان الدعم السريع ده بقى في نهاياته، والان في الانعاش، والان اي زول بيفتكر انه الدعم السريع ده الناس حيقعدوا معاه، ولا القوات المسلحة حتقعد معاه عشان يعملوا معاه اي تفاوض، ولا يعملوا معاه اي هدنة مستقبلية في المستقبل، انا بفتكر انه ده زول واهم، وزول قحاتي، وزول بيحلم بالعودة مرة اخرى للكرسي، وما حيكون عنده اي هدف لقدام باذن الله سبحانه وتعالى، ولا حيصل الكرسي عبر هؤلاء المتمردين الخونة قاعدين يقتلوا الناس وقاعدين يشردوا الناس من بيوتهم. الناس دي الان انتهوا على مستوى الخرطوم، بدينا الان نقبض في المتعاونين معاهم، رسلنا لستة كبيرة جدا من المتعاونين في شرق النيل بالتحديد، حي الازهري وقير وحي الزهور وين ما عارف،
كلها الحمد لله رب العالمين. الناس رسلوها بالاسم، البنات القعدات يتعاملوا معاهم بالاسم، الشباب القاعدين يتعاونوا معاهم من لجان من لجان الخدمات بالاسم، القاعدين اللي كانوا تابعين للجان المقاومه بالاسم، كل الناس الحمد لله رب العالمين رسلناهم للاستخبارات، والان المخابرات وجرائم المعلوماتيه عندهم كل الملفات دي باذن الله سبحانه وتعالى، ويتم القبض على هؤلاء الهوانات. نحن نقول لهم الحوت ما بهددوه بالقرق، والقوات المسلحه ما بتهددوها بالقرق، ونحن من قمنا ناس مجاهدين، ما تولينا نحن من ولدونا صغار الجنجويداوي قاعد يهدد وقاعد يتكلم انه نحن حجتاح مناطقك وحنستلم يعني اقرب الناس ليك وحنحرق حشاك في اقرب الناس ليك. انا بقول لهم نحن ما بتهددنا بالقرق ولا بتهددنا بالموت، نحن يمكن قد يكون قدمنا الاف الشهداء، آلاف الشهداء قدمناهم من نفس المناطق، وما تولينا آلاف الناس على مستوى القوات المسلحة، ما بتجي بتهددنا أنت يا هوان يا مجرم يا خاين بقتل واحد من الأقرباء ولا قتل أي زول من الناس، ولا خايفين منك ولا أنت ذاتك أصلا بتحرك فينا ساكن ولا بتسكن متحرك أصلا، لأنه أنا الآن موجود وطالع بصورتي الشخصية وبتلفوني بصورتي الشخصية، وموجود الآن على مستوى قاعد أجوب في كل المناطق الآن الموجود فيها في المنطقة الممنوع أصلا أنه أنا مفروض ما أتحدث فيها، وفي الدولة المفروض ما أتحدث فيها، لكن الآن موجود ولو داير بديك الأوكيشن وتعال قابلني أنا شخصيا، لأنك زول هوان وزول مرتزق، ونحن ما خايفين منك ولا خايفين من جدك ولا خايفين من جد جدك ولا خايفين من أي هوان لا عبد الرحيم دقلوا ولا قيروا من الهوانات الآن المرتزقة، تنبلوا تنحلوا تمشي لله. في النهاية أنتوا على باطل، في النهاية ما عندكم علاقة بالشعب السوداني، في النهاية أنتوا ناس حرامية ومرتزقة، في النهاية أنتوا بقدر الإمكان دارين يعني تركعوا الناس، لكن أنا أفتكر إنه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى حنركعكم، وزول بيلو يدنا ما في، وزول بيورينا إحنا نصوم ولا نفطر بيتين ما في من هؤلاء المتمردين الخونة، إن شاء الله خلال اليومين المقبلين حنكشف مكان ما 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 كل أماكنكم، وحنكشف كل أوكاركم، وحنكشف كل البيوت الآن اللي أنتوا موجودين فيها. وحنكشف اي موقع موجودين فيه ناس الدعم السريع في اي ولايه من ولايات السودان، حنرسلها ثاني بعد لاخواننا في القوات العمل الخاص، وحنرسلها لاخواننا في الاستخبارات، وثاني ذاته احنا ما بنطلع لايف ونكلمك فيه، ولا بنرشدك فيه، ولا بنقول لك امشي سلم نفسك يا هوان، ولا بنقول لك امشي اقرب ارتكاز سلم نفسك، حتنبل وتنحل وتمشي لله، ما عندنا لك اي حاجه، والله تنبل وتنحل وتمشي لله، وبتمشي لله كافر، وبتمشي لله مجرم، وبتمشي لله انت قاتل، وبتمشي لله انت مغتصب، وبتمشي الله انت متمرد، وبتمشي لله انه انت عامل كل السيئات، كلام ده ربنا جابه في القرآن زي ما قال اخونا صرفة، وربنا ذكر انه انت مجرم، فما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يصلب ويفسدون يحاربون الله ورسوله ويزعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او غير كل الايات او ينفوا من الارض، كل الايات اللي نزلت في القران بتدين الجرائم اللي قاعد يعمل فيها الان الدعم السريع، وكل الايات اللي نزلت في القران اللي بتتكلم عن الانسانيه والتعايش السلمي بتدين الافعال والاجرام اللي قاعدين يعملوا فيه الان قوى الحريه التغييره اللي هم الهوانات، وقاعدين يعملوا فيه الان الجنجويد على مستوى الخرطوم، كلهم ان شاء الله راجيكم عذاب النار وراجيكم الحريق باذن الله سبحانه وتعالى، والكلام ده ربنا قال انه من يقتل مؤمنا متعمدا، يعني انت الليله بعد تجي تهدد وتقول لي انا بقتل زول بريء ما عنده ذنب باعتبار انه انت يعني قاعد تتكلم في الجنجويد، انا ما حاجيف من الجنجويد ولا حاجيف من ردمكم ولا حاجيف من المعلومات اللي برفع على اخواننا في الاستخبارات والموجودين على مستوى العمل الخاص في اي موقع ان كان، لانه قاعد اشيل المعلومه من الناس نفسهم اللي بيكونوا موجودين في الحقل اللي قاعد انت فيه يا هوان، عشان كده عادي جدا برسل المعلومه وبتصل لاخواننا وبيجوا بكاوشوك وبيجوا بطاردوك لحد يتم القبض عليك، عشان كده انت الليله بعد تجي تقول انه انا امشي عشان اقبض واحد من ناس كوستي او من ناس العليقه او من ناس العلق الشيخ الصديق او من القطينه او من كل اهلنا، انا بالنسبه لي السودان كله اهل، وبالنسبه لي الابناء الشعب السوداني كلهم اهل، وبالنسبه لي القوات المسلحه كلهم اخوان، وبالنسبه لي انا هيئه العمليات كلهم اخواننا، وكلهم باولادهم وباخواتهم وببناتهم وبحسوا بالالم كلهم الان، عشان كده ما عندنا مشكله في ذلك، بنتقبل اي حاجه تجي من ربنا سبحانه وتعالى، وبنتقبل ان انت تدخل جهنم بيننا نحن باذن الله سبحانه وتعالى، لانه ربنا قال وانه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، وعد من الله سبحانه وتعالى، ما عندنا لك حاجه، تنحل وتنبل وتمشي لرب العالمين، الحمد لله رب العالمين الان الناس ديل يعني تم
بلهم الليلة تجاه القطينة، ثم بلهم الليلة هم طالعين بالاتجاه الشرق الغربي من جبل أولياء، وكانوا ماشيين يهاجموا هنا في القطينة، وكانوا عندهم النية يستولوا على بعض المناطق حول القطينة عشان تكون لهم ارتكاز وتكون لهم موقع بتاع انطلاق وتكون لهم دفعة معنوية يسرقوا فيها الناس ويرهبوا فيها الناس. لكن الحمد لله رب العالمين تم بلهم بمسيرات، وتم بلهم بطيران، وتم بلهم بمشاه من أبناء النيل الأبيض المعروفين كوستي وربك والقطينة والناس الموجودين على مستوى الدويب. والآن الجيش جاهز ستاند باي، والمسيرات جاهزة ستاند باي، والطيران كله الحربي الحمد لله رب العالمين. الليلة شقال لا في من الصباح في القطينة، والحمد لله رب العالمين الضرب كل الناس سمعوا الهزات الأرضية والضرب من المسيرات، هزات أرضية قوية جدا أهلنا في القطينة كلهم سمعوا بها. عشان كده الحمد لله رب العالمين ما عندنا لكم حاجة غير تنبلوا تنحلوا تمشوا لله، ولا عندكم قضية بتكاتلوا من أجلها، ولا عندكم أصلا هدف بتكاتلوا من أجله، ولا عندكم برنامج دارين تقدموه للشعب السوداني عشان تكاتلوا من أجله. عندك شنو انت يا هوان؟ يا أخواننا في واحد هوان كده دعامي ولا ما دعامي؟ طيب عشان كده حتنحلوا وتمشوا لي الله، ما عندنا لكم حاجه اكثر من ذلك. نسال ربنا سبحانه وتعالى النصر والثبات لاخواننا في القوات المسلحه، وباذن الله سبحانه وتعالى في كثير من التفاصيل انا بقول لاخوتنا ندى القلعه، ربنا يعوضك في بيتك، وربنا سبحانه وتعالى يجزيك خير عن الشعب السوداني، وبقول لها ربنا سبحانه وتعالى يجزيك الف خير عن القوات المسلحه الليله، لانك وطنيه، لانك وقفتي مع القوات المسلحه، لانك رفضتي انه تتغني لاي موقع من الحفلات او تغني في اي حفل من الحفلات العالميه، ولا هنا في امكانك اني معروف للناس ندى القلعة منه، ومعروف للناس انه ندى القلعة نجمة من نجوم الشعب السوداني، ومعروفة انه يعني ست الفن الاول على مستوى الشعب السوداني، وزولة قاعدة تروي من راس الغناء بترويه من راسها وقاعدة تغنيه بنفسها، يعني ملحن ومغني وكاتب كل الحمد لله رب العالمين. هي قاعدة تعمل الكلام ده بوطنية ندى القلعة الزايدة، وبوقفتها مع القوات المسلحة، وبتشريفها تشريف اخواننا هيثم الخلا ليها، وسموا ليها سموا سلاح باسمها، وبوقفتها مع الوطنية مع الجيش السوداني قاموا الليل الهوانات بحرق بيت اخوتنا ندى القلعة، تم حرقه بالكامل. لكن انا بقول لها بيت الشعب السوداني كله بيتك، والشعب السوداني كله اي بيت فاتح باعتباره بيت ندى القلعة، وتجي باذن الله سبحانه وتعالى حيتبني لك بيت احسن من بيتك اللي كنت قاعده فيه، وحيتاسس احسن من الاساس اللي كنت قاعده فيه باذن الله سبحانه وتعالى. والمساله دي مقضيه باذن الله بعد انتهاء هؤلاء المتمردين الخونه، وبعد ما اخونا البرهان قطع كل التمرد وقطع عليه كل ابواب التمرد، والحمد لله رب العالمين ما باقي لنا الا الايجاد، الا الايجاد يتم حلها وبلها وتمشي لله. الحمد لله رب العالمين تم حل فولكر، تم حل الجنائيه الدوليه كانت بتطالب ابناء الشعب السوداني انه تحاسبهم هناك، تم حل الاطاري، تم حل الدعم السريع وبله، تم حل يعني ما في حاجه كده، تم حل الهوانات مشغول الحريه التغيير، تم حل لجنه التمكين اللي كانت شقاله قاعده في رقاب الناس وتسرق في اموال الناس، تم حل كل الهوانات ومشوا لي الله، ما في اي حاجه، الدوله الان حتستقر وان شاء الله السودان حيرجع اكثر من 2016 ولقدام، حيرجع افضل مما كان عليه، لانه الليله دخلنا تحالفات قويه جدا مع اقوى الدول الحمد لله رب العالمين في الشرق الاوسط، والليله المسيرات اللي قاعده تضرب دي ما داير احدد لكم الدوله اللي قاعدين نجيب منها المسيرات، ولا بحدد لكم الساخوي قاعد يجي من وين، ولا بحدد لكم الطيران الحربي قاعد يجي من وين، لكن باذن الله سبحانه وتعالى كله لبل الهوانات، باذن الله سبحانه وتعالى بعد ما يتم الانتصار نحن حنكرم ونقيف مع الدوله الواقفه مع الشعب السوداني. اخواني الكرام انا مدار اطيل عليكم اللايف، ونلتقي باذن الله سبحانه وتعالى يوم غدا، قصدت انه نطلع لايف قصير ننور فيه بعض الناس، والحمد لله رب العالمين الليله اعداد كبيره جدا من الهوانات والجنجويد والمرتزقه تم سلموا نفسهم للقوات المسلحه، وسلموا نفسهم الحمد لله رب العالمين لقوات العمل الخاص وهيئه العمليات، والان الحمد لله رب العالمين اخوانكم شغالين شغل نوعي وشغل كبير جدا، وهم الان قاعدين في صف النار وقاعدين في صف القتال وقاعدين يكوسوا للجنجويد ديل بيت بيت، لكن باذن الله سبحانه وتعالى حيتم القبض عليهم كلهم باذن الله سبحانه وتعالى. لكم التحيه اخواني الكرام، تقبلوا تحياتي دوما ياسين البشير، ونلتقي باذن الله سبحانه وتعالى في لايف يوم غدا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم وجزاكم الله خير.